شوف غادي نقدم لكم سلطة غادي تكون محضرة بالفواكه وبالخضار، غادي نقدروا نسميوها سلطة اكزوتيك. غادي تقدم كذلك مرفوقة بصلصة رائعة كنحضروها بالبيض مسلوق، وهي سلطة بنفسها غادي تكون كلها مزينة بالبيض مسلوق. غادي نحتاجوا الفاكهة اللي غادي تلقاو بطبيعة الحال موجودة اللي كاينة متوفرة، ولكن اللي هو الأساس هو الأفوكا، الفاكهة ديال الأفوكا، الأناناس معلب هو دا قدامنا، الذرة كاين عندنا، الروز مسلوق مع الذرة كاين عندنا، كذلك البوميلو أولا البومبلوموس اللي كيكون اللون ديالو أحمر، والمونغ. المونغ غادي يعطينا واحد طراوة، واحد اللذة، يعني هذاك المذاق اللي هو اكزوتيك اللي حنا بغينا نحصلوا عليه، كيكون متوفر في الأسواق أكيد دائما. اللون ديالو خصو يكون برتقالي غادي للصفر باش كيكون عندنا حبة ديال المونغ اللي هي طرية. وإلا ما كان شيء فكيمكن لكم تكتفيوا بهاد المواد اللي حنا تكلمنا عليها، أو لا كتستعملوا الباباي في العوض ديال المونغ. كناخدوا المونغ وكنقطعوه بحال هكا باش غادي نديروه على شكل دي كارتي، باش دائما تبقى عندنا الشكل أو لا الفورما اللي حنا عاطين لافوكا. غادي نجيو مخالفين الحبات ديال المونغ مع الحبات ديال لافوكا مع الحبات او لا اللب ديال البومبلوس البومبلوموس او لا البوميلو. ملي كتكون المونغ طايبه مزيان فهي كتكون هكذا طريه بزاف، كنحاولوا عليها في التقطاع. هنا استفنا القطع ديال لافوكا مع القطع ديال المونغ. كناخذوا الروز، الروز مسلوق من قبل في الماء مملح، كنضيفوا ليه الذره وكنزيدوا ليه قطع ديال الجبن مقطع. عاده كيمكن لينا نخلطوا معاه القطع ديال الاناناس، ولكن غادي تشوفوا معايا انا الاناناس غادي ناخذه وغادي نديرو في الطرف ديال الخضار. دابا قدينا الروز مع داك الذره وكذلك القطع ديال الفرماج، درنا انصاف شرائح ديال الاناناس وعملنا فوق منهم البوميلو حتى هو مقطع بحال هكذا. غادي ناخذ البيض غادي نديرو يتسلق، اربعه ديال البيضات. غادي نعملو البيض يتسلق في الماء بارد، نخليوه 8 حتى 9 ديال الدقائق كيطيب، ومن بعد كنصفيوه ونعملوه في الماء دائما بارد باش ما كنحبسو له الطياب ديالو، وتنقشروه وكنستعملوه. غادي نوجدو الصلصه اللي غادي ترافق لينا الشلاضه. اذا حنايا في نكهات اللي هي حلوه ومالحه في نفس الوقت، فغادي نعملو بيضه مسلوقه. كناخذوا بيضه تنقطعوها في قلب الماكينه، غادي نضيفوا لها ياغورت، ياغورت طبيعي، معلقه ديال السنيده ديال السكر سنيده بحسب الذوق، علاش لاننا غادي نكسروا الحموضه ديال لو فينيغ بالزاميك او لا الخل البلسمي. كنديروا لو فينيغ بالزاميك، والفينيغ بالزاميك فيه الحموضه ولكن في التالي كتبقى فيه شي شويه ديال الحلاوه. غادي نعمل شويه ديال لاصوص سوجا، علقه ديال لاموطاط، معلقه ديال زيت الزيتون. غادي نخلط هادشي كله مزيان حتى كنحصل على واحد لاصوص اللي كتكون ثقيله ومتختره. هنا وجدنا لاصوص، طحنا داك المقادير كامله، ما كيحتاج شيء اننا نديرو فيها الملحه على اساس لاصوص سوجا كتكون مالحه. كنديروا لاصوص كتجي متختره ممتازه، كتمشي مع جميع انواع السلطات، يعني ماشي بالضروره غير هذه لاننا حنا مستعملين فيها الفواكه، فبالتالي داك السكر اللي كنديروا فيها تيجي المذاق ديالو لذيذ. هنا كنعملوا الخضر على جنب، عندنا اللوبيا مع شويه ديال القوق، تنعملوهم هكذا كيمشيو هكذا على الطرف. وغادي ناخذوا البيض كنقطعوه يا اما نصيصات اولا كنقطعوه على شكل دي كارتيه وتنزوقوا به الطبق. كتجينا سلطه كامله فيها الفواكه فيها الخضر فيها كذلك الجبن
كنديروا قيمه 3 حتى ل 4 البيضات او بحسب عدد الاشخاص. متنوعة وكذلك غنية، مزجنا فيها ما بين الخضر وما بين الفواكه الاستوائية. هنا حاولنا أننا نخليو الخضر على جنب، إذا بغينا نضيفوها للسلطة كنضيفوها. اختارينا اللوبيا مع شوية ديال القوق، اللوبيا خضراء بطبيعة الحال مسلوقة لا هي ولا القوق. أما بالنسبة للسلطة اللي عملنا فيها تشكيلة ديال الفواكه، بقينا في مذاقات اللي هي فيها الحموضة وفيها الحلاوة، درنا الذرة مع الروز وقطع ديال الفروماج، عملنا كذلك أنصاف الأناناس مع قطع ديال البوميلو أو ديال بومبلوموس اللي اللون ديال وردي، درنا المونغ اللي غادي يعطينا واحد الحلاوة وطراوة للسلطة، وبطبيعة الحال ما خلاتش سلطتنا من لافوكا، وهذا الشيء كله غنيناه بالبيض باش يكون وجبه كامله. عملنا معاه هنايا صلصه درناها بصوص صوجا بالاضافه للخل البلزامي او للفينيغر بلزاميك، والبيض مسلوق هذه كتجي ممتازه، كيمكن لها ترافق جميع انواع السلطات. فاحنا فهمنا انه بالنسبه للبيض كيمكن له يمشي في العديد من المسائل ومن الاشياء، علاش لا؟ ما نستافدوش من المنافع ديالو، من الفيتامينات اللي فيه، من البروتينات ومن الاملاح المعدنيه والكالسيوم والفوسفور اللي كيحتوي عليهم. البيض صحه ولذه، نستهلكوا اليوم وغدا.